أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال kadang-kadang lah air berubah kopi tadi dulu kopi aja lah kaummu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي.
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله.